مايكروسوفت تمسك بيد رواد الأعمال الاجتماعيين. تابعني بعد الفاصل. البراندينج أو التعريف عن شركة بعلامة تجارية فارقة والبناء عليها عملية بالغة الأهمية لما لها من أثر كبير على صورة الشركة من جهة وقدرتها على تعزيز ولاء الزبائن لمنتجاتها. التقيت وليد الحاج الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد ومؤسس شركة كريفيا ورئيسها التنفيذي ضيفي الدائم في الموسم الأول من بالدرهم، وسألته هل كل شركة لديها اسم تجاري يكون لديها براند بشكل تلقائي؟ الاسم زينة بيختلف اختلاف تام عن البراندينج. كل شركة لها اسم وكل شيء له اسم، بالمنتجات وشركات لها أسامي، لكن البراندينج هي عبارة إذا بدك كبنك أو كمخزن لعمل سنين لجود كواليتي لإيمج معين، بحيث أنه لما يذكر هذا البراند immediately بيكون بشخص براس الشخص إيمج معين على الكواليتي، إيمج معين على الهيستوري، إيمج معين على تراك ريكورد، إيمج معين على الإكسبيرينس تبع الشخص هذا. فهي أكثر من اسم، والإيمج هذا له علاقة شو عملت الشركة على مدى سنين، عشان هيك هو يعتبر كبنك لهي الأعمال يعني. طب وليد، شو هي أشكال البراندينج؟ يعني هل هي اسم؟ يعني هل هي شيء شفوي ولا هي صورة؟ ممكن تكون بكل أنواع الأشكال، يعني هل ممكن تكون مجرد اسم، ممكن تكون لوجو، ممكن تكون صورة، ممكن يكون سيمبل معين زي مثلا النايكي تشيك، يكون سيمبل معين لهالاسم هاي، فبتيجي بديفرنت فرايتيز يعني ديفرنت فورمز. لما بتقول وليد انه البراندينج هو هوي بشكل ما او مخزون سنوات من العمل لشركه ما، هل هذا يعني بانه هذا موضوع غير ذو اهميه عندما يتعلق الامر بالشركات البادئه او الناشئه او الصغيره؟ اظن هذا بالعكس، يعني انه في ذات الاهميه وفي غايه الاهميه للشركات الصغيره، ولكن الشركات الصغيره عاده بتلاقيها صعبه انه تصرف فلوس على شيء معين غير محسوس وخصوصا في البدايه. ولكن انا نصيحتي يعني انه الشركات المبتدئه لازم يعني تكون عندها فكره على هالموضوع هذا وشو بدها تعمل بالبراندينج فروم داي 1. مش ضروري تصرف مصاريف عاليه على موضوع الادفيرتايزنج او على موضوع الايمج ري ايمجينج وهالشغلات هاي، ولكن تبدا يعني باشياء البسيطه اللي هي اولا انه تتاكد الشركه اللي مبتدئه سواء شركه او منتج يكون اسمها مناسب، اسمها بسموه expandable يعني قابل للتطور، قابل للتوسع، قابل للدخول في مجالات مختلفة، وبنفس الوقت كمان الإيمج اللوجو الإشي اللي له علاقة بهالاسم، وغالبا هو بيكون اللوجو، الألوان اللي له علاقة باللوجو تكون ألوان مناسبة ممكن يبنى عليها في المستقبل، لأنه من الصعب جدا زينة أنه تبني شركة أو تبني منتج وبعدين بعد ما يصير له اسم تحاول تغيري الاسم أو تغيري اللوجو. فإذا كان فكر في الموضوع هذا في البداية بيكون كتير أسهل. طب إذا في البداية بدأت الشركة وبدأت بالتفكير بموضوع البراندينج وربما اقتصر على لوجو وضعته على البيزنس كارد أو على الكفر لترز للرسائل اللي ترسلها للمراسلات التجارية، هل يمكن أن يؤثر هذا الأمر في الصورة التي تنطبع عن هذه الشركة وإن كان ليس لديها تاريخ بعد في سوق العمل؟ أكيد، لأنه الصورة اللي تطبع على الشركة يعني بقولوا first impression is a lasting impression، الانطباع الأول هو انطباع يعني للأبد. فبالتالي إذا كان الموضوع له علاقة بإيمج معين و well thought out من البداية بيأثر positively بطريقة خيالية على الشركات. ومنلاقي كمان زينا من الأخطاء الشائعة يعني إنه الشركات اللي بتبدأ بالبداية آخر همها بكون هو يعني coming up with a logo مثلا، فبتلاقي إنه اللوجو بيكون شوي ما مبين عليه، ما نحط عليه فكر معين، ما نحط عليه حتى مصاري معينة، فبالتالي بيضعف وزن الشركة اللي هي بوقت من الأوقات تحتاج أن تكون يعني يعطى لها دافع معنوي ودافع لوجو في البداية. بناء هاي الشخصية عبر البراندينج هل هي عملية مكلفة جدا؟ أولا زينة هي بالضبط هيك، هي شخصية يعني هذا شيء يعني بالضبط هو تعريف البراندينج. هل هو مكلف؟ يعتمد على نوعية الشركات ونوعية يعني المدى اللي بدها تدخل فيه الشركات في تطوير هذا الإيمج وهذا البراند، ولكن زي ما بقولك يعني في بداية الشركات لازم يكون في على الأقل مينيمم تفكير وتطوير للوجو معين ولاسم معين يتماشى مع هالشركة. هل لازم الشركة تجو all the way من البداية؟ لا طبعا، ما في داعي يكون انه في letterhead، لازم ما في داعي يكون في advertising، ما في داعي يكون في حتى اشياء يعني بيحطوها على الاوتدورز على الباصات على السيارات دعايات معينة، ولكن يكون في بالبداية لما تروح مثلا شركة ابل
شركة بدها تعمل معها بزنس، زي ما تفضلتي البزنس كارد مكتوب عليه لوجو يعطي إيمج معين، هل هي الشركة فن، هل هي الشركة سيريوس، طبعا بروفيشنال، الألوان بدها تكون تتماشى مع نشاط الشركة، وبهالأساس هذا على الأقل المينيموم يكون موجود للبناء في المستقبل. هل يمكن لشركة أن يكون لديها براند واحد ولكن تحت منتجات كثيرة، وهل بهاي الحالة ينبغي خلق براند جديد لكل منتج؟ يعني بيعتمد على السيتويشن، بيعتمد على الوضع نفسه، ولكن في شركات كتير تاخذ الادفانتج انها تبني منتج معين ويكون لها اسم قوي، وبعدين بتضيف عليه اشياء تانية تحت نفس الايمج، عفوا تحت نفس الاسم وتحت نفس البراند. في شركات اخرى بتحاول انها تبتعد عن الريسك، انه اذا شيء سيء صار لواحد من هالبراندز ما يأثر على كل المنتجات الثانية. فاللي بيعملوه انه بيعملوا maybe sub، بسموه sub branding، يعني بيكون في براند كبير معروف شو هو، ولكن لكل منتج بيطلع مثلا براند اكس باي اكس، فبيبين انه الشركة هاي هي نفسها اللي عندها منتجات ثانية، ولكن it's a separate brand. هل دبي براند؟ دبي احسن براند موجودة واحسن اكزامبل موجود في العالم على البراندينج، لانه اليوم استطاع القائمون على دبي ان يعني يعملوا من دبي كسيتي براند، واعتقد انه هذا ما كان موجود من قبل. براند اليوم لما تقولي دبي لاي حدا، مش لنا احنا عايشين في دبي، ولكن لما تقولي براند باي محل بالعالم، هي دليل التطور، دليل الحضاره، دليل مراكز السياحيه، دليل المراكز الماليه. فاستطاع القائمون على دبي من ناحيه بالعمل، وهذا أهم شيء على فكرة، يعني الدعاية والإعلان منفصلين عن أي شيء تاني مش كافين، فاستطاعوا بالعمل وببناء تراك ريكورد معين ونجاحات معينة، ومع الدعايات ومع الإيمج تبع البلد نفسها واللوجو حتى اللي عملوه لدبي، أنه يبنوا براند أعتقد أنها من أقوى البراندز الموجودة في العالم.